السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ابھی ابھی العربیہ کے چینل نے ایک نیوز نشر کی ہے جس میں 2021 کے عمرہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ 15 ذوالحجہ کو عمرہ سٹارٹ کیا جائے گا اور 20,000 کی تعداد سے سٹارٹ کیا جائے گا اور اسے بڑھایا جائے گا. تو آئیے آپ کو نیوز دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. طبعا قبل الحج كنا نحن نتحدث على طاقة كبيرة جدا في رمضان, كنا حققنا حقيقة مكتسبات جدا كبيرة مع وجود بعض الإنشاءات اللي هي تجهيز لموسم الحج في مسجد الحرام. بدأنا نخفض الأعداد اللي هي الخاصة بالمعتمرين حتى وصلنا لمرحلة فترة الحج, لكن أنا أؤكد لك من خلال شاشتكم يوم 15 ذو الحجة سيبدأ إن شاء الله بإذن الله البدء التدريجي لعودة العمرة الآمنة. كم سيكون العدد في البداية؟ بأعداد كانت نحن طبعا حنبدأ في البداية بأعداد بسيطة تصل إلى 20,000 وسنتدرجها حتى نصل للأعداد اللي كانت قبل الحج إن شاء الله بإذن الله, إذا ما كانت طبعا أكبر من هذه الأعداد. لكن كل هذه المنظومة يحكمها المراقبة الدقيقة لمؤشرات الصحية الموجودة في مكة المكرمة أو في خارج المملكة العربية السعودية عند استقبالنا للمعتمرين من خارج المملكة.